صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد نقضيه وياكم ساعة على الهواء. في البداية صباح على زميلتي إيمان، صباح الخير. أمس كانت الميوزيك كان حلو. أي والله عدل المزاج. أيه فرقة جميلة صراحة، موهوبين مبدعين. لكن خلني في البداية أصبح على مشاهدين نقول لكم يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيف البحرين. طبعا حمد فريق الإعداد دائما يجهز فقرات حلوة وخفيفة ومتنوعة، لكن شنو مجهز لنا حق حلقة اليوم؟ اليوم بعد نفس الشيء متنوعة ما شاء الله، معدينا دائما يعني يفاجئونا، يعني فاجئونا أمس صراحة. يعني إن فرقة يوم الأحد وميوزك واخر الحلقه كانت شيء حلو، تغيير وايد اشياء حلوه. ففي البدايه حلقتنا يعني راح تكون يعني متنوعه اليوم. خلونا ننتقل لفقرتنا الجايه واللي هي ان شاء الله راح تكون بالحق العلاج الطبيعي، ونشوف موضوع اليوم مع الدكتور هاني. خلونا نتابع. مرحبا، الحين راح نتكلم عن كيف او طريقه تقويه عضلات الرقبه نفسها. راح نركز على منطقه الرقبه، وراح نقويكم شنو التمارين البسيطه الصحيحه اللي تعطيكم تعزيز في منطقه ثبات الرقبه وتخفف حتى الام الديسك او الام الشد العضلي الحاده او الالام الناتجه عن الحياه اليوميه من استخدام الكمبيوتر او القعدات او السياقه او اداء انشطه الحياه اليوميه. طبعا منطقه الرقبه عضلاتك جدا قصيره وجدا حساسة، وراح بسرعة تتأثر مع الستريس، مع التفكير، مع كثرة العمل، مع الجلوس بطريقة غير صحيحة، مثلا جلوس إلى الأمام مع الرقبة إلى الأمام، والتركيز على مثلا الأجهزة أو التليفون أو الكمبيوتر. فشلون إحنا نقدر نعزز هالمنطقة من الأمام والخلف؟ في تمارين خاصة لها بسيطة، وراح نرويكم واحد من أبسط التمارين اللي ممكن تسوونها في البيت أو حتى في العمل. من أبسط التمارين هو الجلوس بطريقة صحيحة، الاستقامة وإدخال الذقن إلى الداخل مع استطالة العضلات الخلفية بهالطريقة. كنا نقول نعم، لما نقول نعم طريقة النعم، أو الإيماء بالرأس بطريقة نعم بهالطريقة. طبعا هذه الطريقة الصحيحة. الطريقة الشائعة الخاطئة اللي يفهمونها المرضى أو لما ينشحونها يكون بهالطريقة، يرجعون للخلف زيادة عن اللزوم، وهذا خاطئ. الطريقة الصحيحة هي فقط النودينج أو اللي هو نعم، طريقة نعم. أداء تمرين بهالطريقة لمدة 10 إلى 20 مرة كل ساعة أو كل ساعتين راح يعزز ويريح العضلات الخلفية ويعزز كثير من العضلات الأمامية لتحمي فقرات الرقبة. التمرين الثاني هدف إلى الأمام، راح نعمل الطريقة الأولية اللي هي طريقة النودينج أو النعم إلى الأسفل، اللي هو ثني الرقبة وسحب الذقن إلى الداخل مع الالتفاف إلى الجانبين، وإحنا محافظين على وضعية الذقن إلى الداخل. الذقن إلى الداخل والالتفاف بهدوء، بعد الذقن إلى الداخل وإلى الجهة المقابلة. بعد سوي مرة واحدة، حافظ على مستوى الذقن إلى الداخل والالتفاف إلى جهة واحدة، ممتاز، وإلى الجهة اليمنى، ممتاز. التمرين الثالث راح نفس الطريقة، الذقن يكون إلى الداخل، وراح ننزل على جنب بهالطريقة مع المحافظة على بوزيشن أو موقع الذقن إلى الداخل، وراح نكون نرجع في النص والعكس صحيح. نرجع إلى النص، تمام. أداء تمارين الرقبة العميقة يكون بسيط جدا عن طريق إدخال الذقن إلى الداخل بهدوء ونرجع، لكن خلنا نتجنب هالطريقة الخاطئة اللي هو رجعه إلى الخلف بطريقة خاطئة. المجرد تمرين بسيط جدا، فقط إدخال الذقن بطريقة هادئة، كنا نقول نعم أو نومة أو الإيماء بالرأس بطريقة نعم. واحد، اثنين، ثلاث. هذه أول مقدمة لتمارين الرقبة البسيطة. التمرين الثاني عندنا بناء على الحركة الأولية أو إدخال الذقن للداخل، نبتدي نلف الرأس إلى أحد الجانبين مع إبقاء الذقن إلى الداخل. تفضل، حاول دائما تخلي الذقن إلى الداخل طول الوقت، إلى اليسار
ممتاز. إلى اليمين. حلو. وإلى اليسار مع إبقاء الذقن إلى الداخل. أحسن. ممتاز. التمرين الثالث راح يكون نفس الطريقة، إبقاء الذقن إلى الداخل مع سحب الرقبة إلى أحد الجانبين. ونفس الطريقة يكون العكس صحيح. طبعا هذه التمارين تعزز العضلات العميقة الأمامية اللي هي مسؤولة عن الحفاظ على سلامة العمود الفقري في منطقة الرقبة. التمرين الثاني راح بيكون نفس الطريقة، سحب الذقن إلى الداخل مع الالتفاف إلى أحد جانبين الجسم بهدوء، والرجوع في النص، سحب الذقن إلى الداخل والاتجاه إلى الجهة المقابلة. راح نأديه من 10 إلى 20 مرة. ممتاز. حلو. التمرين الثالث راح يكون نفس الطريقة، سحب الذقن إلى داخل بهدوء، بعدين الالتفاف إلى أحد جانبي الجسم. 1 2 3 نرجع مرة ثانية، سحب الذقن إلى داخل واتجاه إلى الجهة المقابلة. تمام. ممتاز. التمرين الثالث راح يكون سحب الذقن إلى داخل مع سحب الرقبة إلى الجانبين. والعكس صحيح، الذقن إلى الداخل، سحب الرقبة إلى الجانبين. ممتاز. أكيد نشكر الزميل عبد النبي الجردابي على هذا التقرير، ونشكر أيضا الدكتور هاني على فقرة العلاج الطبيعي. مشاهدينا، مثل ما نعرف أن النفس مخلوق رقيق حساس مثل الزهرة، ينمو بالرعاية والرفق، أما كلمات الذم فهي تسحق النفس وتحنيها وتدمر مكنوناتها. وإحنا كأهل مؤتمنون على أنفس أبنائنا، نسقيها بالمحبة وأكيد نقلمها بالتشجيع ونغذيها بالثناء. أثر الثناء والتشجيع على الأبناء، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة المرشد الأسري الأستاذ محمد جواد مرهون. صبحك الله بالخير يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. يمكن في ناس وايد أو أولياء أمور كثير ما يعرفون أسس تربية الوالدين، يمكن لو تسألهم بعض تسألهم ما بيعرفون، فشنو الأسس في البداية في التربية للأبناء؟ نعم، إحنا في الأسرة أو المنزل مثل ما نخلق البيئة الفيزيائية إلى منزلنا من تكييف وإضاءة وأثاث، أيضا بحاجة إلى بيئة معنوية فيها التفاهم، الحب، الترابط، الأمان، الاستقرار. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن البيت مدرسة. صح. والبيت أول مدرسة يتعلم فيها الطفل. صح. والأبوان هم المعلمين إلى 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 الطفل. نعم. هل أنت يا أب وأنت أم استعديتين أن تكونين تقومين بدور المدرس؟ هل أعددتين المنهج الخاص؟ هل تعرفين يعني كيف تتعاملين مع الإبن؟ لأن أنتين أول ما بيتعلم الطفل من عندك أو من عندك. رقم ثلاثة، أن إحنا أغلب بيوتنا فيها تربية، ولكن هذه التربية تكون نظرية في الأغلب، وتكون عن طريق الأوامر والنواهي. إحنا يعني نحبذ أن تكون هذه التربية والتعليمات والأسس تكون مكتوبة وواضحة ومعروفة للطفل، وحتى أدوار كل واحد في البيت، وحتى أدوار الوالدين لما يصير مكتوبة وواضحة بيصير التفاهم أكثر. أنت قصدك تكون مكتوبة نفس القوانين؟ نفس القوانين تحطها في البيت، نفس المدرسة، تكون في نظام، يكون نعم في هالأمور. نعم، يعني إحنا تنقصنا في التربية في بيوتنا الكتابة فقط، وهذا الكتابة لها أثرها ولها اللي كل واحد يعرف الدور اللي لازم يقوم فيه. عندنا رقم ثلاثة، إن لازم نعرف إن في فروقات فردية بين أبنائنا بعضهم البعض. صح. وبين أبنائنا والآخرين. وهذه القدرات يجب إن إحنا كأبوين نعرف هذه القدرات، علشان لما نشجع ولما نثني ونبغي نوصل، لأن كل من يبغي ولده الأول والأحسن والأفضل، لكن هل قدراته تسمح إن نوصل إليه؟ لازم يعني يكون عندنا معرفة بهذا الشيء.
الشيء الآخر اللي أيضا نعرف يجب علينا أن نعرف مراحل العمرية. لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، والمعرفة تعطي لنا فرصة وتهيئة علشان إحنا نحقق أسس التربية ومتى نثني ومتى نشجع وإلى أي حد. يعني أستاذ ذكرت موضوع الثناء أكثر من مرة في هالجانب، خلينا نتكلم متى يكون الثناء أو المدح بشكل عام في محل الصحيح؟ لأن دائما نقول مثلا إحنا كأولياء الأمور ما بمدح ولدي وايد عشان مثلا يكون متواضع أكثر مع الناس، يؤدي مهامه ويعرف إنه مرة ممكن نثني على الشيء اللي يسويه، مرة يمكن ما نثني على الشيء اللي هو قاعد يسويه ممكن يكون غلط. فمتى يكون الثناء والمدح في محل الصحيح وفي الوقت الصحيح؟ نعم، كثرة الثناء يعني تعطل صح، والثناء المعقول هو الصح. علماء التربية ميزوا بين نوعين، نوع اسمه التشجيع ونوع اسمه الثناء، وإحنا نحسب أن هذين مترادفين، يعني التشجيع يعني الثناء، ولكن أنا أبين الاختلاف. التشجيع عادة يكون على الفعل الذي يقوم به الفرد، ابننا ماذا عمل من إنجاز جيد، ماذا عمل من سلوك حسن، نقوم نثني عليه ونشجعه علشان يستمر هذا الثناء ويكون ويستمر هذا العمل الجيد الحسن ويكون خلق في ابننا، لأن إحنا من خلال التشجيع نبغي نبني قيم، وكل مرة نبني قيمة ونشجع عليها متى ما عملها الفرد من البنت أو الولد. أما الثناء فإني أثني على الشخص نفسه وليس لعمله، أنت جميلة، أنت ذكي، والكلمة سهلة ويتلقاها الطفل بدون ما ينجز بدون ما يعمل، صفة من صفات الله اللي أعطاها هي أنه هو جميل، وهذا الثناء ما يؤدي لنتيجة مثل ما يؤدي فيها مثل ما يؤدي فيها مثل ما نقول التشجيع. التشجيع يعني هو له أهمية كبيرة. وفي التشجيع دائما إذا نبغى نشجع ابننا يجب أن نذكر شجعنا ليش. أنت مثلا أنت نظفت غرفتك ورتبتها فشكرا لك، إذا أنا شكرتك على عمل قام بجيد اللي هو التنظيم وأقدر أقول له هذا من النظام. أنت اليوم ساعدت في يعني رمي القمامة ووضع الصحون في المغسلة، إذا أنت يعني قمت بعمل جيد وهو التعاون، فإذا وشكرا إليك أشكره، أبين العمل الذي قام فيه وأثني عليه علشان أغرس هذه القيمة أو هذا السلوك في نفسيته. إذا عندنا نوعين من الثناء، اثنينهم مطلوبين، ولكن التشجيع هو الأساس والأهم. يمكن أستاذ بتكلم عن التشجيع بما أن أنت ركزت على التشجيع أنه كثير مهم، وش قد أن المفروض أن نجازي الطفل على أي شيء يسوي زين لازم نسوي له، مثلا حتى ممكن أنه يعني تعطي شيء هو يحبه، ولا حتى مثلا شوكولات وأي شيء يعني في البيت أنت تعطي جازي بشيء زين. ممكن شلون إحنا نخلق الأجواء اللي أو البيئة اللي يكون فيها التشجيع موجود في البيت؟ نعم، أولاً التشجيع خلنا بعد نتفرع فيه، التشجيع يعني التقدير، والتقدير حاجة إلى الإنسان هو إليه سواء صغير أو كبير، يجب أن نقدر بعضنا البعض الآخر، وهذه من الحاجات الأساسية اللي يعني وضعها عالم النفس ماسلو في هرمه، في يعني سلم الأعلى من القيم أو السلم على رأس الهرم، على رأس الهرم أو ما قبل رأس الهرم من حاجة الإنسان إلى التقدير. زين، أبنائنا وبناتنا وإحنا كآباء قدوة إليهم، هم يبحثون عنا يشوفونا، التعليمات اللي إحنا الآباء نعطيهم أبنائنا هل إحنا نطبقها؟ هل الأب يقدر الأم؟ هل لما تطبخ من العيال الطبخة الجميلة يثني عليها ويشكرها أمام أولادها؟ هل هي هل أبو العيال لما يجيب حاجات البيت ويجيب الماتش للبيت الأم تقول لي الله يعطيك العافية شكرا إليك تمدح فيه؟ إذن هم
يتحينون الفرص، وهم الآباء والأمهات قدوة إلينا كأبناء. وإحنا أحيانا كثيرة بالعمل وبالممارسة يعني نقدر نعلم أبنائنا أكثر من التوجيهات والأوامر والنواهي. هم يشوفون قدوتهم إلى البيت قاعدين يشكرون ويثنون على بعضهم بعض. إذن علي أشكر أخي، أشكر صديقي، أشكر أمي، أشكر والدي، أشكره دائما على عمل أقام به. وإذا أذكر العمل هو المهم، والبيت اللي فيه التقدير يزداد فيه العطاء ويزداد فيه المحبة ويزداد فيه الإنجاز، لأن أنا من خلال التقدير والثناء والتشجيع أخلق قيم وأبني شخصية وأخلي أبنائي وبناتي يثقون بنفسهم وقدراتهم، وتالي يقومون بالعمل حتى لو أنا قطعت التشجيع عشان عنهم. يمكن حتى الأبناء يكتسبون هذه المهارات وهذه القيم من أولياء الأمور. يمكن ذكرت هذه بالنسبة حق التشجيع، أستاذ خلينا نتكلم شوي عن الثناء، أهمية زرع يمكن بذرة الثناء في نفوس الأجيال، يعني الأجيال أجيال المستقبل. فشلون ممكن إحنا نزرع فيهم هذه البذرة؟ شلون ممكن نقول لهم ترى لازم تثنون على شيء اللي تشوفونه قدامكم؟ شلون أيضا هم راح يربون أجيال في المستقبل، فكيف نزرع هذه البذرة؟ نعم، هذه البذرة نزرعها الثناء اللي إحنا نقدمه لأبنائنا وبناتنا، نزرع فيهم في المستقبل ثقافة الامتنان. وثقافة الامتنان ثقافة مهمة فيها إجابة على كلامك. ثقافة الامتنان يعني تخلي الفرد ينظر إلى كل ما حوله من إيجابيات، وينظر إلى الأشياء الموجودة عنده واللي وهبها الله أو أعطاها الوالدين إليه أو هو كونها بنفسه. إذن أنظر إلى الأشياء الإيجابية في منزلي، في حياتي، في أسرتي، في عملي، من الثناء اللي وصلني أنا لما كبرت أحمل ثقافة الامتنان. ثقافة الامتنان تعني يعني النظرة الإيجابية والشكر. هذه الأشياء الموجودة من عندي، الصحة، العافية، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، إذا أشكر الله سبحانه وتعالى. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا من عند والديني هذه الحاجات يعني قدموها إلي، فإذا أنا أستحق أن والديني يستحقون الشكر مني، وأكون من خلال شكري إلى والديني إذا أنا بار بوالديني. إذا هذه الأشياء الإيجابية الموجودة أنا خلقتها، أنا صنعتها، أنا قمت بها، إذن أنا بحاجة إلى أثني على نفسي وأشكر لنفسي وأقدر إلى نفسي، وبالتالي تكون عندي ثقة بالنفس عالية وأبني شخصيتي بنفسي وأنظر إلى نفسي وإلى الآخرين بنظرة إيجابية. إذن هذا الثناء يولد إلى الأبناء ثقافة الامتنان، وإحنا بحاجة إليها، النظرة الإيجابية والبعد عن النظرة السلبية. يمكن أبدأ أتكلم عن سؤال أو مع يعني موضوع أستاذ محمد، بما أن صراحة معلوماتك وايد حلوة ومواضيع اللي نتكلم فيها وايد وايد مهم اللي نتكلم فيه. موضوع الأبناء، في أنت تكلمت في البداية أن الأبناء في تعتبر في مدرسة في البيت في النهاية. فبما أن ما في مدارس هذه الفترة، شنو نصحت أنت أولياء الأمور في هذه الفترة حق الأبناء؟ شنو اللي يسوون؟ شنو المعاملة تكون بما أن ما في مدرسة؟ المدرسة قلت لي في البيت، فشلون التعامل يكون في البيت؟ نعم، التعامل في البيت أولاً إحنا في ظل جائحة كورونا اللي فرضت علينا في البيت عندنا تهديد، وهذا التهديد تهديد خارجي. وعادة للأسرة والمجتمع كل ما يكون في تهديد من الخارج كل ما يعني يتوحدون، يتماسكون، يحمون مع بعض، ويبحثون عن كيف أنا أتعايش في هذا الوضع. يعني كثير من الأشياء يعني خلقناها إيجابية في الأسرة وفي المجتمع، ما استسلمنا إلى المرض، إنما توحدنا وعملنا برامج داخل البيت. صحيح. الأسر، وأنا ذكرت من قبل في جلسة يعني سابقة، يشكون دائما من غياب الأب خارج البيت، إما بانشغالاته، إما بعمله، إما ساعات يكون يعني يروح مع الأصدقاء في سهر. اليوم الأب
وجميع الأسرة متكاتفين وموجودين في داخل البيت، وبالتالي بحاجة إلى يعني يستثمرون وقتهم المحصورين فيه في بطريقة إيجابية. وكثير من الأسر مثلاً عملوا عن طريق زوم مثلاً لقاءات مع الأسر بعضها بعض وتلاقوا وكل أسبوع يعني يبحثون عن شيء جديد يقدمونه. يعني من ضمن بعض الأسر قدمت يعني مقابلة مع رب الأسرة ويتعلمون منه ويعرفون عنه وعن أخباره وعن أصدقائه وعن عمله، واكتشفوا إن من خلال هذه اللقاءات إن الأبناء والبنات صغير وكبير عندهم إيجابيات كثيرة، ولكن انشغالاتنا إحنا في الأيام العادية بحياتنا الخارجية ما نكتشف ما عند الأولاد والبنات من مواهب، فرب ضرة نافعة. يعني استفدنا وتناقشنا وتحاورنا وصرنا قريبين مع بعض واتحدنا وتعاوننا وسألنا الجيران ما هي حاجاتكم، والكل يسلم والكل يتواصل والكل يبحث، فكانت يعني استثمار جيد في هذا الوقت. وإن شاء الله هذا منطلق إلى يعني ما نعيد، يعني نشوف شو الإيجابيات اللي اكتسبناها هذه ونخليها الاستمرارية فيها. استمرارية. أكيد أستاذ في نهاية الفقرة ودي أسألك، ذكرت موضوع الإيجابية اليوم، شلون ممكن نكتسب هذه الروح الإيجابية ونخلي الروح الإيجابية تطغى أكثر على الروح السلبية خلال هذه الفترة، يعني الأوضاع الراهنة اللي قاعد نعيشها، وأيضا هذا يعتبر نوع أيضا من الثناء والتشجيع لما يكون في روح إيجابية. نعم، أولا نحن لازم نعرف أن الروح الإيجابية روح يعني مريحة ومؤنسة. أنا كنت أحضر إلى هذه الجلسة وإذا إحدى الخوات من الخليجيات دخلت على مذيعين في دقائق، وإذا هم يستشعرون الإيجابية منها من طريقة حوارها من كلامها من ابتسامتها، هم استوقفوها وقالوا لها إحنا نعيش الإيجابية بس جلسنا معاش. لما أنا كوالدين أتكلم بإيجابية إلى الحياة وأتكلم عن نعم الله ويعني ألقن أبنائي الإيجابية، هم بعد يستوحون بعكس التشاؤم بعكس النظرة السلبية. هذا يعلمنا إحنا كزوجين إن أنا أمام الأبناء بذكر إيجابيات زوجي أبوهم وهو بيذكر إيجابيات أمهم، فبالتالي الإيجابية تنتقل مثل العدوى كذلك السلبية. كيف إحنا نخلق إن دائماً النظرة الإيجابية إلى الحياة، وأحياناً كثيرة إحنا عندنا إيجابيات كثيرة ولكن سلبية واحدة تخلي بعض الناس يعني ينسون كل الإيجابية ينسون على السلبية كل الإيجابية وخصوصاً لما تكون عندنا مشاكل. لما يكون عندنا مشاكل مع بعض ما نشوف إلا الجانب السلبي من الآخر. صحيح. الزوجين أنا بالنسبة إلي كمرشد أسري ويجوني الزوجين لحل مشكلة، لما يجون الزوجين عندهم توتر عندهم شحن عندهم كراهية لبعضهم بعض، يعني من ضمن أسلوب الإرشاد الأسري أجي ويمسك ورقة ويمسك ورقة أحسنتين اكتب الإيجابيات عن نفسك، ثم يسترخي شوي ثم ما هي الإيجابيات عن زوجك، وبالتالي يكتبون أشياء جميلة جداً ويستذكرون الحياة الإيجابية والصفات الإيجابية لكل طرف منهم إيجابي، ثم لما يكتبون أعطي كل واحد إيجابياته، معقول هذا يتكلم عني كل هالإيجابية وما يقولها؟ فبالتالي هم يركزون على السلبية ويكبرون يركزون على السلبية. نعم سلبية تنقال والإيجابية ما تنقال، مجرد اللي يشوفون الإيجابيات وهالشكل المشكلة تخف والتوتر ينتهي، ويعني فبالتالي ننظر للإيجابية بشكل عام كبير. نعم. المرشد يعني الأسري أستاذ محمد مرهون، طبعا أكيد اليوم أسعدتنا وأعطيتنا معلومات حلوة وأعطيتنا إيجابية بعد على فكرة، وأنا كذلك شجعتنا على الثناء والاستمرارية. كل الشكر لك على حضورك وابتسامتكم دائما تعكس الإيجابية. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد خلونا نطلع هذا الفاصل القصير ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقة الاثنين من برنامجكم صيف البحرين، خلكم ويانا. We'll be right back.
عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. أقامت المنار للقرطاسية بالتعاون مع مجموعة شويتر الفنية مسابقة رسم بورتري الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وذلك بعنوان أسطورة الرياضة، حيث انطلقت المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأجواء الافتراضية مع ظروف الأزمة العالمية لتصدي فيروس كورونا. انتهت المسابقة بمشاركة أكثر من 150 فنان في دولة الخليج العربي. طبعاً وشهدت هذه المسابقة مشاهدينا مشاركة كبيرة من فناني دول الخليج العربي، كما اختلفت الفئات العمرية وخامات الرسم، وانتهت المسابقة بفوز 6 مشاركين. خلونا نتعرف أكثر عن المسابقة مع ضيوفنا في الاستديو، الفنان البحريني القدير عباس الموسوي، عضو في لجنة التحكيم بمسابقة أسطورة الرياضة، والفائز بالمركز الثالث زهير القديحي. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. أهلا وسهلا، فرصة طيبة، نورتونا، وإن شاء الله على روح المرحوم الشيخ عيسى بن راشد إليه التحية والتقدير على رحلته الطويلة مع طبعا الله يرحمه مع الرياضة والفن والأدب والشعر. نعم. اللي يحتاج إلى مسابقات أيضا أكثر إن شاء الله. طبعا هالمسابقة يمكن أستاذ وايد قيمة في حب الشيخ الراحل. طبعا أكيد هذه المسابقة تعبر عن الحب، تعبر عن الشغل اللي كله اللي سواه، يمكن كل الاجتهادات اللي سواها وعكست على الناس نفسها. فكلمني عن هذه المسابقة، فكرتها في البداية. يعني طبعا المسابقة هي جاءت باحتواء الشخصية وبروز البورتري اللي هو إلى حد النصف من شخصية الشيخ عيسى كإنسان، يعني تعاطفت معها جموع كثيرة من محبي الرياضة في البحرين والخليج والوطن العربي والعالم أيضا، لأنه هو شخصية محبوبة مرح روحه. الله يرحمه. صورته تعني الكثير، يعني شكله وطريقته، أداءه، أفلامه العظيمة اللي قدمها كرسائل لي، يعني في بعد قبل المباراة وبعد المباراة تنتظر الناس رؤيته وملاحظاته ورأيه. فهذه الشخصية وكثير من اللي عبروا من مدن البحرين في يعني تأبين وفاته هي الصورة الكبيرة الشامخة اللي وضعت في كثير من الشوارع مناطق المملكة. صحيح. يعني تحتدي بهذه الشخصية، فصار التركيز على البورتري، الشخصية، الوجه المألوف المحبوب الذي يعني إذا أي إنسان يشاهد هذه الشخصية يحس بالراحة والطمأنينة. صحيح. وحب الآخرين لهذه الشخصية هو حب الآخرين للبحرين وأهل البحرين. نعم. اللي يمتازون بهذه السمة العالية من الرقي في الخطابة، في التأثير العظيم، إضافة إلى كلماته اللي يعني إلى اليوم نتغنى فيها. صحيح. من أيام كنا طلبة إلى اليوم وإحنا دائما مستمرين، وهي صارت أيقونات. بلا شك، صورته دائما عالقة في أذهاننا الله يرحمه. يعني لو بنتقل لك زهير، يعني أول شيء نقول لك ألف مبروك لفوزك للمركز الثالث. كلمنا عن هذه التجربة، وجودك في هذه المسابقة، هل توقعت أنك راح تفوز بهذا المركز؟ طبعا تجربة مختلفة جدا بسبب تنوع الخامات اللي كانت فيها والأساليب، يعني اشتركوا فيها ألوان جميع الخامات. نعم. فكانت ما مجهولة، يعني النتيجة والتجربة جديدة والتأبين لها الشخص. فكانت المشاركة جميلة، استفدت منها. جديدة ومختلفة يعني تماما. حلو. يمكن استاذ برجع لك في موضوع أن 150 مشارك، معناته هذه يعني واضح حب الناس لشخصية الشيخ الراحل طبعا أكيد. فكلمنا عن هاي المشاركات الوايد، يعني عدد كبير. طبعا بالنسبه الى المشاركين، وانا شفت كثير من الاعمال، اضافه راجعت الاعمال اللي ايضا ما كانت تحت شروط المسابقه، وجدت انها تحتوي على كم هائل من يعني المفردات التي تعني بشخصيه الراحل، منها الرياضه، منها الشعر، منها التغزل في اجواء مناخات البحرين. فهاي الأعمال اللي استبعدت على أساس أنها خارج نطاق
الموضوع. فوجدت أن هي أيضا تستحق أن تعطى جائزة، لأن حرام في هذا هذه المشاركة أن تبعد هذه الأعمال. فاقترحنا على اللجنة أن تقام لهم معرض، ويعني يكون لهم تكريم ويكون لهم شهادات للمشاركة. وطبعا إذا كانت المعارض الافتراضية يمكن تكون أداة ووسيلة سهلة لمشاركة الآخرين من خارج البحرين أيضا في هذا المعرض الافتراضي، وهذه إحدى الوسائل للوصول إلى كل المساهمين وبيان أهمية هذا الدور. طبعا أنا أقول بعد إن شاء الله في المستقبل يعني نحتاج إلى أن ننشط هذه النوعية من المسابقات فعلاً، اللي تدعم المواهب الشابة فعلاً، تخلد مثل ما المواقف اللي قدمها الشيخ على كل المستويات الإنسانية، الرياضية، جميع شعرية، دي أدبية كاملة، كل يشهد له. بتكون فت الاثنين، يعني فت الناس اللي هو الموهوبين أعطيتهم الفرصة تبرز. وفي نفس الوقت الناس تكرم اللي الشخصيات اللي فعلا لها أثر في مملكة البحرين. يعني زهير خلي أرجع لك في هذه النقطة، يعني مثل ما نعرف إن ما شاء الله لوحتك فازت بالمركز الثالث، فأكيد استغرق العمل الرسم وتجهيز اللوحة وقت طويل بالضبط. فكلمنا عن مراحل تجهيز اللوحة شلون كانت، وهل يعني شوي نوع ما تردت شلون راح تبين وتبرز ملامح الشيخ الله يرحمه أخذت مني تقريباً أسبوعين في اليوم أرسم 3 ساعات، فوقت يعني طويل جداً، بس يعني تنسى التعب وتنسى هذا تخليداً له، يعني كرامة للشخص يعني يستحق التعب ويستحق. أنا شاركت مو عشان الفوز ولا عشان شيء، قد ما شاركت إنه كأبرز مكانة هالشخص، يعني 150 فنان مشارك، فيعني ضربت في البحرين وصارت مسابقة على مستوى البحرين والخليج بعد، حتى اللي يعني ما كان يعني ان الفوز بالمسابقة هنيها في البحرين رسم وشارك حتى على مستوى على جميع على خارج البحرين وحاول يشارك ويشارك في هذه المسابقة، يعني يبرز مواهبه وابداعاته. راح نرجع لكم اكيد، لكن معانا عبر السكايب الفائز بالمركز الاول بمسابقة اسطورة الرياضة الفنان محمد تركي المفضي من المملكة العربية السعودية. صباح الخير ومبروك. صباح الخير، تحياتي. يا هلا وسهلا، مرحبا فيك. تحياتي إيمان، الله يسلمك يا رب. طبعا احنا تحياتي للحضور طبعا، يعني الجميلين أخ عباس الموسوي فنان السلام الجميل. طبعاً أكيد بلا شك. سهير طبعاً يعني جميل بشكل لا يوصف. أنا شفت ربحته طبعاً، تقديري له وتحياتي. الله يخليك. يعني ما شاء الله أستاذ، لو بنتكلم أول شيء بقول لكم وحشتونا في مملكة البحرين، والله يعديها الأزمة إن شاء الله نشوفكم عندنا، ونقول لك مبروك فوزك بالمركز الأول. خبرنا شلون عرفت عن هذه المسابقة، يعني ما شاء الله أنت خارج مملكة البحرين ووصلتك هذه المسابقة وأنت في السعودية، وهل توقعت أنك تفوز بالمركز الأول؟ بداية طبعا يعني كانت البداية حول كان فضولي حول شخصية أسطورة بمعنى طبعا الشيخ عيسى الله يرحمه. بطريقة أو بأخرى عبر الإنستغرام وصلتني موضوع المسابقة، حبيت الفكرة وحبيت المجموعة اللي قامت بالفعالية الله يعطيهم العافية وتحياتي لهم طبعا. يعني لاحقا طبعا يعني حاولت إني أشارك هالمنافسة الجميلة، بالنتيجة احنا كلياتنا يعني كانت الاتجاه نحو الفن طبعا، الفن اللي احنا طبعا دائما نرغب له، واللي هو انا بعتقد يعني اساس للتعامل للحضور للحياة، تفاصيل الحياة موجود يعني. هذا دائما رغبتنا على انه يكون حاضر دائما. جميل. يعني أنت يمكن شاركت في هذه المسابقة وكان عندك هدف أن أنت في النهاية يعني يكون لك حضور وتسجل حضور في هذه المسابقة بفنك بهذه اللوحة الجميلة، وما شاء الله عليك فزت بالمركز الأول. طبعا الحمد لله على التقدير هذا، وأنا تحيتي إلى أنا دائما يعني هذا عبارتي الدائم، لأنه مجرد المحاولة هو فوز، وأنا مبسوط جدا بكل المشاركين، طلعت على كل وفعلا شيء مميز الله يعطيهم العافية،
وخصوصا طبعا يعني قائمين على الفعاليات. الحمد لله يعني العمل اخذ مني ما يقارب ال 20 ساعة عمل متوزع على ايام، والنتيجة كانت الحمد لله يعني مريحة. دائما تقدير جميع يعني مثل ما تكلمت خذ لك وقت استاذ كبير في رسم هذه الرسم، لكن شنو يعني لك الفوز في هذه المسابقة وخصوصا لشخصية اسطورية كالراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة؟ استاذ حمد طبعا البورتري الضيوف الكرام اللي عندك تعرف مدى اهميته وصعوبته في هالمجال هذا، دقيق جدا واي تفاصيل ما بين الظل والنور بتغير الشكل تماما. لكن قلت لك انا الحمد لله طبعا من زمان يعني ركز على التوجهات فن البورتريه بالذات. موضوع الفعاليه لحال كان كافي على انه منافسه يعني كره رياضيه بحق يعني الشيخ عيسى الاساس للدنيا. حبيت اشارك فعلا والحمد لله كانت يعني الخطوات تحقيقا جيده. الحمد لله واكيد مبارك لك على الفوز مره ثانيه فنان محمد تركي المفضي، كل الشكر لك على هذه المداخله عبر سكايب، شكرا لك ومبارك لك الفوز مره ثانيه. واكيد نرجع حق ضيوفنا مره ثانيه بالاستديو، يعني ما شاء الله نفس ما شفنا الفائز بالمركز الاول من المملكه العربيه السعوديه استاذ عباس، يعني ما شاء الله مشاركات من البحرين من خارج مملكه البحرين صح. ولوحات كثيره كانت موجوده، انت كاحد اعضاء لجنه التقييم والتحكيم اكيد كان الاختيار بالنسبه لك صعب، في اساسيات كنت تركز عليها، فكلمنا عن التقييم وقت التحكيم لهذه المسابقه. طبعا البورتريه له امتيازات يعني تقنية ولروح، لأن أنت تبحث ما داخل هذه الشخصية، فيعني أنا أشوف أن الفنان لما يرسم هذا الشكل أو هذا الوجه يبحث عن ملامح شفافة في داخل هذه الشخصية من مرح وحب وعطاء وغنى، فهذه الفنان لازم يحاول أن يستسقيها بريشته وألوانه، ودائما يحاول أن يهيم في يعني هذا الوجه ويكون يعبر تعبير إضافة إلى الخلفية أيضا تعبر عنه. فكثيرين منهم أضاف إلى شخصية المرحوم شفافية الطهارة والحب والبياض الساطع كالنور، يعني كثير منهم اخرجوه كفانوس اضاءه او فانوس رؤيه لطريق كثير من يعني المتعطشين للرياضه والادب والشعر، فهذه هي الملامح اللي يعني استسقيتها من خلال تواجدي. ولو ان انا اشوف ان في بعض الفنانين الكبار الذي عبروا عن فنهم في فن البورتري دخلوا بألوان صارخة وعطاء، يعني مثلا نجيب على سبيل المثال الفنان فان جوخ، فلما رسم شخصيته رسمها كأنه حديقة أو بستان من كثر ما كان حبه للطبيعة يتغنى فيها، فكل رسوماته كأنها جزء من إيقاع الطبيعة بزهورها وألوانها وأوراقها في شكل البورتري. فهو دائما الفنان يبحث عن روح الشخصية أثناء تنفيذ يثبتها في هذا العمل. أنا بدي أذكر بعد أيضا المرحوم الشيخ عيسى بن راشد كان له تكريم عظيم أقامته أفتكر جمعية الشعر والأدب في البحرين في فترة من الفترات، وهذه من الأشياء الراقية اللي فكرت فيها البحرين، أفتكر برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد لأنه من جماعة الشعر والأدب، وإحنا حضرنا في هذه اللقاءات يمكن كان 3 ليالي وكانت امسيات جميلة. تخلد هذه الشخصية، يعني هذه احدى الاشياء اللي اذكرها، وقدمت عمل لوحة ايضا فنية الى حتى اي مرة اشوفه يقول لي لوحتك دائما عندي في وراي في المكتب او في اللقاءات، فهذه من الاشياء اللي احنا ايضا شباقين فيها ان نخلدها في ذكرى. يمكن قبل لا نختم انتقل لك زهير، سمعت محمد قال انه خذ له وقت وايد وهو يرسم، اكيد انت مريت بنفس الشيء لان انت قلتها في البدايه.
وين رايح زهير في رسمه في المستقبل؟ ويمكن بعد نتكلم عن مستقبل المسابقات الجاية. طبعا هذه مو أول مبادرة ولا الأخيرة بتكون الجروب من قرطاسية المنار. سوينا سابقا كثير منها، استغلنا فرصة الكورونا طبعا في إبراز هالمواهب المدفونة في البحرين وفي الوطن العربي جميعا، لأن المشاركات ما اقتصرت على البحرين، وفتحنا الموضوع يعني للكل. إن شاء الله في يعني أهداف للمجموعة وللقرطاسيات دعمنا، ودعم مثل هذه المسابقات ومثل هذه الأشياء اللي تحفز الشاب البحريني وتبين المواهب وتستغل الوقت اللي في الكورونا. إن شاء الله أكيد يعني نتمنى لكم كل التوفيق، ونورتونا وشرفتونا الفنان عباس الموسوي أكيد، والفنان أيضا زهير، في كل الشكر تواجدكم وحضوركم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير، بعدها نرجع معاكم في صيف البحرين، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ونرحب فيكم أيضا من جديد. التصوير باستخدام التلفون صار من الأشياء الأساسية عند كل شخص يمتلك الهاتف الذكي، ومثل ما أنتم عارفين صارت الكثير من الصور الاحترافية والفيديوهات يتم عملها عن طريق التطبيقات المختلفة اللي سهلت عمل المصورين وزيدت إنتاجهم. طبعا يسعدنا اليوم استضافة المصور دعيج خليفة، واللي قاعد يقدم دروس وبرامج عبر منصات السوشيال ميديا تختص في التصوير بالتلفون. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صبحك الله بالنور والسرور، وحياكم الله. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة الحلوة ذي، نورتنا. الله يسلمك. في البداية دعيج، يمكن التصوير بالتليفون صار شيء يعني في كل مكان، أساسي. الكل من يصور، حتى ولدي الصغير صار بالتليفون ضروري. اي صورني يمكن 500 صوره ويترس التليفون عقب يقول لي خلاص فل. صح. فكلمني على موضوع ان شغفك في هذا الشيء في البداية، وشلون انت قدرت ان انت في البداية تطور هذه التصوير وخليته شيء احترافي، مو بس يكون يعني كهواية ولا بس أصور حق ربعي مثلا. بالضبط. هو طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين أولا على الاستضافة ويعطيكم العافية على البرنامج الحلو ذي. التصوير طبعا هو ما يختلف يعني بنوع الجهاز اللي عندك، يعني سواء أنت تصور بالتليفون ولا بالكاميرات اللي نعرفهم إحنا. لكن حاليا شو اللي خلانا إحنا مثلا كمصورين أصلا فوتوغرافيين أو فيديو أو أيا كان بالكاميرا المعروفة ذي، ننتقل للكاميرات الصغيرة ذي أو نقتنع فيها بالأحرى، إحنا مو سهل نقتنع ذي يعني. بس صار الوضع الحالي، أو خلينا نقول يعني وجود السوشيال ميديا وأهميتها أصلاً، صار يحتم علينا إن إحنا ننتقل حق ذي الشيء. طبعاً ما ننسى أو ما نهمل كاميراتنا، يعني كاميراتنا ذي إحنا شيء مقدس بالنسبة لنا، تعتبر ألعابنا يعني وعيالنا. لكن التلفونات صار الحين هما الأساس، يعني طبعاً. أساس بالسرعة، أساس بال 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 بالانتشار، بالكثرة، يعني هي صارت في جيب الكل يعني. فإحنا كبداية كمصورين صعب إن نقتنع ونروح حق هذه الأشياء، لكن حسينا إن الناس تبي منا احنا اللي متعلمين في التصوير، يا جماعه جابوا لنا شوي وعلمونا على التليفون يعني. صح. فهذا اللي خلينا نقول خلى حب المجال، ان مجال التعليمي او مجال نشر الثقافه التصويريه ان صح التعبير، ان احنا نبدي ندخل هذا المجال، نبدي نطور الناس وننشر المعلومه وننشر الطرق وشون تعلمون تصوير بالتلفون عن طريق السوشيال ميديا. صحيح. يمكن احنا نعرف ان دائما في الكاميرات العاديه اللي احنا متعودين عليها كل مره نشوف عدسه جديده، تقنيه جديده، كاميرا جديده. ايضا في الهواتف في نفس هذه التقنيات، في كاميرات ممكن تكون هاي ريزولوشن، في كاميرات ممكن يكون فيها الزوم اكثر. صح. فيها ممكن الكواليتي اكثر. فنشوف التقنيات ما شاء الله في التلفونات بعد من ناحيه الكاميرا قاعد تتطور يوم عن يوم. نعم. فتره. نعم. عن فتره. يمكن هاي الشيء اللي خلى الكثير من الشباب يلجؤون انه يصورون من خلال التلفون يعتمدون عليهم. صح. لكن انت شلون قدرت تواكب هذا التطور بعيد يمكن عن عدسات الكاميرا، عن كاميرات التلفون نفسها؟ خلاص صح معلومه عند الناس اغلبها ان ترى يعني الشركات هذه اللي تصنع التلفونات، خلينا نقول
الدندن وايد على موضوع انه مثلا الكاميرا التليفون مثلا 40 ولا 50 ميجا بكسل ولا مرشن ولا تصور للقمر ولا مثلا كذي يا ريت تسويق يا ريت طريقه التسويق اي تسويق ترى ترى يعني يعني الشخص العادي البسيط اللي قاعد يصور اهله قاعد يصور عياله قاعد يصور رابعه طلعاته رحلاته يمكن ما يحتاج هاي الامور ما يحتاج هاي الامور التسويقيه يحتاج يتعلم شلون يستخدم الكاميرا فهذا الشيء اللي احنا الحين بدا يقربنا من الناس اكثر ان قمنا نقول وضح حق الناس هذه المعلومه وهذا الشيء الكاميرات مثل ما تفضلتي ان في اشياء ممكن انا مثلا اطورها من ناحيه العدسه من ناحيه الادوات والاكسسوارات اللي وياها او الاضاءه او غيره بس التلفون انا ممكن استفيد منه ترى على نفس المجال يعني يمكن في عدسات تضاف على الكاميرا مثلا كاميرات التلفون تعطيني مثلا احنا بمصطلح معروف عندنا مثلا وايد انجل زاويه عريضه كذا فممكن في اكسسوارات تنحط وقامت وايد شركات طلعت تسوي هذه الاشياء وتنتج هاي الامور اللي تفيد وتقوي خلينا نقول جانب تصوير بالتلفون في نفس الوقت في اشياء مثلا مو موجوده في الكاميرات مثلا التطبيقات يعني احنا حاليا كلنا نعرف ان نصور وسوي اديت حط فلتر حط ما شنو دايركت في التلفون الكاميرات ما تسوي هالاشياء ففي امور وفي مميزات موجوده إيجابية. في التلفونات مو موجوده على الكاميرات فهذه الاشياء يعني تخلي او ساعات ترجح كافه التصوير بالتليفون اكثر من الكاميرات يكون سريع يعني انت لما تسافر تبي تطلع ما يحتاج تشيل العدسات والاضاءات والكاميرات عندك التليفون حتى افلام افلام قامت تتصور بالتليفون يعني يمكن هذه النقطه اللي كنت ابغى اسالك عنها موضوع الافلام ان في ناس او في شركات صارت او حتى افراد يعني بروحه هو مثلك يعني يصور فيلم خلاص كل شيء بالتليفون فهل وصلنا مرحله ان احنا نستغني عن الكاميرا طبعا اكيد انت قلت في البدايه ان هذا لين عيالي زين كاميراتك بس انت مصور بروفيشنال الناس العاديه ما بيكون عندها هذه الاكويبمنت وهذه بس هل التليفون ممكن انه يغنيك خلاص عن يعني انت في دعايه ما بقول يعني شنو الدعايه ولكن كان يقول ان الزوم يوصل للجيران زين يعني اشوف جاري بس حق الفضايح زين هاي نفس موضوع القمر فيعني اكيد هاي شيء تسويقي ولكن هل وصلنا مرحله ان نستغنى عن ال ايه شوف اخوي موضوع الاستغناء هذه انا يعني كشخص استخدم خلينا نقول الشيئين يعني او الكاميرا والتليفون لا ما تستغني يعني اكيد يعني مستحيل يعني انا شخص اعرف انه ما تستغني عن الكاميرا مهما يكون في امور تقنيه وايد يعني مثلا حجم الصوره يكفي يعني ترى تشوفها انت في التليفون واضحه ولو تاخذ صوره الكاميرا وتحطها في التليفون واضحه لكن بعدين في العمليات الثانيه مثل عمليه المعالجه عمليه انه متكبر الصوره تشوف الفرق بينه لان في ناس بعد اللي تعبك اكثر انه في ناس ما تعرف تفرق بالضبط بين الصوره انه مصور بالتليفون ومصور بالكاميرا انت تعرف على حاجته في ناس وايد ما تعرف بالضبط على حاجته هو اذا يحتاج انه ياخذ الصوره مثلا 60 70 ميجا بكسل في ناس ما تحتاج 5 ميجا بكسل فليش يروح حق الكاميرا ليش يروح حق ذي بس الحين قاعد اقول لك ان مثل ما تفضلتم ساعه ان في اكسسوارات ممكن تضيفها صح. تخلي الانتاج اعلى يصير تضيف صوت تضيف اضاءه تضيف اكسسوارات عدسات وايد اشياء حتى الحين قاموا يسوون الاجهزه هاي الجيمبل اللي مال اهتزاز حق التليفونات فخلاص الموضوع تطور يعني قاعد ينافسوننا وايد لكن ما نبيهم يعني طبعا دائما احنا نعرف ان مجال التصوير عالم متجدد يعني ودائما في تقنيات جديده وامور جديده لكن بعد الفتره الاخيره قمنا نشوف يمكن قنوات تلفزيونيه قامت تعتمد على تقارير مصوره من التلفون نفسها يعني قنوات عالميه فيعتبر التلفون نوعا ما تصويره ممتاز جيد في حدود ان انت في النهايه تبي تنقل صوره تبي تنقل حدث وايضا في كثير من الشركات العالميه تسوق من خلال صوره تم تصويرها من التلفون انت اليوم يعني مصور بحريني ومتمكن لك خبرتك هل تشوف في اعلانات تصور في مملكه البحرين في التلفون يكون لها قابليه اكثر من التصوير اللي يكون بعدسه وبكاميرات محترفه كل شيء يصير وايد سهل وفي تجارب صارت ما احتاج اذكرها هني بس في تجارب شفتها ومتاكد منها ان هي ممكن تنافس حتى وقبل اللقاء يعني قاعد اسولف ويا اخوي حمد قاعد اقول له عن الموضوع اصلا ابسط مثال واجرب مثال يعني الله يصلح الحال في لبنان تو الموضوع الحين لاحظتوا كل التقارير كانت شنو بالتلفون صح. كل الصور ما مداها حتى النشرات والجهات والتلفزيونات انها تنشر لا بالتلفون خلاص الحين صارت الكاميرا وايد ابطا من التلفون في الموضوع طبعا ما تحكي تقنيا لكن تحكي ان وشفنا بعض الاحداث بعض الفيديوهات واحد صار الانفجار الاولي
قام طلع التليفون الحين يا دوب يعني المشكله بتصير ما عنده وقت خلاص. فالتغطيه اسرع يعني الفتره الجايه يعني خلينا نقول احنا اصحاب الكاميرات فتره مخيفه عندنا يمكن نتوجه كامل هناك لكن لكن صدق ممكن كل شيء يصير بالتليفون مثل ما قلت لكم يعني ما في صعوبه لكن الامور التسويقيه هاي الواحد يبتعد عنها يعني. الدليل ان حسابات كثيره اصلا ماشيه بتصوير تليفون وناجحه وتسوي دعايات صح. من ضمنها انت تكلمت محمد المعد حمد الشملون ويانا كان موجود واقف جدا جدا يعني حسابه ماشي على تصوير بالتليفون ما شاء الله ما شاء الله ما يحتاج الواحد يعني هذه الابداعات اللي قاعدين نشوفها عند اخوي حمد وعند غيره التليفون مكفي موفي. انا اذا بصور بنقل بعدين على الكمبيوتر بطلع من الكمبيوتر بروح بمنتج وبعدين بروح برفعها هاي خطوات كلها تضيع الوقت صح. الاحداث والنشر ما يحتاج السوشيال ميديا ما تبي هلا تبي استمرار وتبي سرعه واساسا الحين موجود يعني تطبيق المونتاج في التليفون نفسه يعني ما تطلع من التليفون. انا ذكر حضر دوره يعني في احدى القنوات اللي يعلموني شلون اصور تقرير كامل بالتليفون قلت معقوله امنتج اركب فويس اوفر كله من خلال التليفون يعني بالضبط. ان التقنيات الحديثه اليوم ما شاء الله متميزه لكن ودي اسالك اكيد في نهايه فقرتنا ادعي اكيد عندك نصايح حاب تقدمها حق المشاهدين والمشاهدات في موضوع انه شلون ممكن يعني بعض الشيء النصايح البسيطه يعني. يصور بالتليفون يرفعون صح. الإضاءة مثلا أنا توني متعلمتها أرفع الإضاءة وغيرها من الأمور هي ترى يعني الحمد لله في عندي في حسابي حطيت الحين حاليا يعني سلسلة تصوير بالتليفون وماشي للحلقة الحين وصلت التاسعة الحلقة العاشرة جاهزة قاعدة بس بصورها ما الحين ما عندي وقت صاير لها بس كلها هذه يعني تبس بسيطة أمور يعني الواحد يحتاجها بكل بساطة مثلا مسكة التليفون انه يختار زاويه حلوه وبس ارفع وخلاص يعني هو التليفون سهل على علينا التصوير لكن بعد علشان تتميز انت بصورك ويختارون يقولون والله مثلا ها احنا قاعدين كلنا في طالعه اليوم انت قوم صور لنا يرون صورك حلوه يعني انت قوم الكل قاعد ينطر صورتك حتى لو كلهم قاموا في النهايه ينطرون صورتك لان انت يدرون انت بتختار زاويه صح تختار الاضاءه والله لا واحد شغل لي ليت التليفون هنا واحد سوي لي ضبط السيتنج بعد كل شيء تختار افضل اعدادات حتى ترى تليفوناتنا لما تجي من البدايه من اول ما نشتريها فيها اعدادات لازم تغيرها على حسب انت اختيارك يعني هاي سالفه الفور كي الاقل الفيديو فول اتش دي كل هاي الامور تحتاج انت تجهزها قبل لا تصور مو بس ارفع التليفون وصور انا كل يقولون لي انا كل يعطوني اصور يقول لي يدك طويله بس عشان كل يطلع هذا شوف على الميزات ما يعطوني حق السيلفي يعني بعد اعتبر ترى ميزه يعني بعد فالمصور دعي خليفه كل الشكر لك على وجودك اكيد موضوع مهم وكل التوفيق لك وياكم ان شاء الله يعطيك العافيه عاد لازم عقب ناخذ سيلفي ابغى اشوف تصويرك اتعلم لا السيلفي عندك يعطيك العافيه شكرا لك الله يعافيكم شرفنا والله شرفتم. يعني وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة يوم الاثنين من برنامجكم الصباحي صيف البحرين يجدد اللقاء باكر معاكم من الساعة 10 ل 11 الصبح نلقاكم على خير وانتظرونا السلام